عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع فيديو جديد هنعرف منه شوية معلومات عن السبسكريبشن أو الاشتراك في القنوات. أول سؤال هنجاوب عليه، أنا عندي قناة وعايز أعرف مين عمل لي سبسكرايب في القناة بتاعتي، أو مين اللي عمل لي اشتراك من باب العلم بالشيء. بتسأل، لا عندي 1000 ولا 2000 ولا 3000، عايز أعرف مين اللي عمل لي سبسكرايب. هو بعد ما بتعمل لوجن على قناة اليوتيوب بتاعك، بتضغط على الصورة بتاعتك، وبعدين بتروح على اليوتيوب ستوديو. لما بروح على اليوتيوب ستوديو، على أقصى اليمين بنزل تحت، بلاقي بيقول لي recent subscribers لآخر 90 يوم. هنا اليوتيوب بيقدر يوريك الناس اللي عملوا لك سبسكرايب في القناة بتاعتك، أوكي، لحد lifetime. ممكن بتشيك تعمل فلتر كده تشوف لايف تايم من ساعة ما فتحت القناة، آخر سنة، آخر 90 يوم، آخر 28 يوم، آخر أسبوع. طبعا الأبديت أو لما حد بيعمل لك سبسكرايب ما بيظهرش في الليستة دي في نفس اللحظة، ممكن بياخد له يوم أو يومين عشان يظهر فيه. طيب أنا لو بصينا هنا، انا عملت من لايف تايم، من ساعه ما فتحت القناه ما لقيتش غير واحد فقط هو اللي عامل لي سبسكرايب، يوم 20 ابريل مثلا. طب باقي الناس راحت فين؟ ليه ما بيظهرش كل الناس اللي عملوا لي سبسكرايب او اشتراك في القناه بتاعتي؟ ده لسبب، الشخص ده اللي عامل لي سبسكرايب على التشانل بتاعته او على اليوتيوب تشانل بتاعته، عامل البرايفاسي بتاعته او الخصوصية بتاعته بوبليك، عامة. لكن باقي الناس اللي عملت لي سبسكرايب او عملت لي اشتراك اللي مش ظاهرة عندي، عاملة التشانل او القناة بتاعتها برايفت، خاصة، مفيش حد يقدر ان هو يدخل على الليستة بتاعة المشتركين القناة ويعرف الشخص ده عامل سبسكرايب لمين بالظبط. يعني الشخص اللي انا شفته اللي ظاهر عندي ده، لو دخلت على القناة بتاعته وضغطت تشانل، بقدر اشوف اسمي موجود عنده انه عامل لي سبسكرايب، لأنه هو عامل التشانل بتاعته بوبليك أو عامة، ممكن أي حد يقدر يشوفها. هنا اليوتيوب لما بيفتح لك القناة بتاعتك على اليوتيوب، بيفتحها لك دايما برايفت عشان الخصوصية بتاعتك، بيخليها لك برايفت. لو انت بعد كده عايز تغيرها لبوبليك، بتقدر ان انت تغيرها. طيب بتقدر تغيرها ازاي؟ انا دلوقتي عايز اي حد يفتح القناة بتاعتي Oscar Learn and Play 2020 ويدخل على التشانل، يقدر يشوف انا عامل سبسكرايب لمين. بضغط على الصورة اللي على ايدك اليمين فوق، وبعدين على الصورة بتاعتي، بدخل على يور تشانل، بدخل على القناة بتاعتي الأول، شوية السيستم بيحمل. طيب بدخل على القناة بتاعتي، لما بدخل على التشانلز هنا بشوف كل الناس اللي أنا عامل لها سبسكرايب. لو أي شخص تاني فتح القناة بتاعتي وضغط على التشانل بتاعتي،
حاليا مش هيقدر يشوف انا عامل سبسكرايب لمين، لان انا عاملها برايفت، او اليوتيوب اول ما فتح لي القناة عملها لي برايفت. طب انا لو حابب ان انا افتحها بوبليك وكل الناس تدخل على قناتي تعرف انا عامل سبسكرايب لمين، بعد ما رحت لليور تشانل بضغط على الصورة وبضغط على حاجة اسمها سيتينجز. طيب بعد ما بدخل على السيتينجز بضغط على الشمال هنا حاجة اسمها برايفسي، وبلاقي فيه 2 اوبشن. الـ2 اوبشن اللي شايفينهم دول البلاي ليست والسبسكريبشنز. اول اوبشن او اول اختيار بيقول لي keep all my saved playlists private. الاوبشن ده زي ما انتم شايفين بالازرق كده هو شغال عندي ان انا عامل البلاي ليست برايفت. اي بلاي ليست معمولة باشخاص اخرين عفوا البلاي ليست والسبسكريبشنز اللي موجودين عندي انا عاملهم برايفت لان الايكون الزرقاء دي مفعلة. لو انا عايز اعملها بوبليك بضغط عليها مرة تانية فاصبحت مطفية كده. هنا لو اي شخص فتح القناة بتاعتي ودخل على التشانلز بيقدر يشوف انا عامل سبسكرايب لمين بالظبط. طيب ايه فايدة الموضوع ده؟ فايدة الموضوع ده ان انا دلوقتي لما بلغي البرايفسي او الخصوصية بتاعت البلاي ليست والسبسكريبشنز بتاعتي، لما لو اي قناة عجبتني على اليوتيوب وعملت لها سبسكرايب صاحب القناة بيوصل له ايميل او نوتيفيكيشن او رسالة من اليوتيوب بيقول له ان اوسكار عمل لك اشتراك في القناة. لو انا عاملها برايفت بالطريقة دي، لو انا عملت اشتراك لأي شخص في اي قناة ما بيوصلوش رسالة او ايميل من اليوتيوب يعرفه ان انا اشتركت في قناته، فكل حاجة بتبقى خاصة بيا انا بس. طبعا تفعيل او عدم تفعيل اللي بنعمله هنا لو نلاحظ بيظهر تحت رسالة من اليوتيوب ان هي your changes have been saved، بتتسجل في نفس اللحظة او بيخزنها السيستم في نفس اللحظة. النقطة الاخيرة اللي هنتكلم فيها في الفيديو ده هو ان زي ما احنا عرفنا انا لو عملت نفسي public وعملت سبسكرايب لأي شخص هيجي له رسالة او ايميل من اليوتيوب ان الشخص ده عمل له سبسكرايب، الشخص ده عمل له كومنت، الشخص ده عمل له لايك، الشخص ده عمل ريبلاي على كومنت بتاعه. فطبعا الناس بقى اليوتيوبرز الكبار بتبقى الايميلات دي كتيرة جدا عندهم، فبيوصلوا لمرحلة ان هم عايزين يلغوا الايميلات دي او يوقفوا استلام الايميلات دي لان بتكتر او الانبوكس عندهم في حسابهم في جيميل. طيب ده بيتم عن طريق ان انت بتضغط على الصورة مرة تانية او ونفس الاوبشن اللي احنا عليه اللي هو السيتنجز برضو بيظهر لك الليسته دي. احنا ضغطنا برايفسي او الخصوصيه عشان نقدر ان احنا نعدل في الخصوصيه بتاعتنا بالنسبه للشانلز البلاي ليست والسبسكريبشن. بضغط على حاجه اسمها النوتيفيكيشنز او الرسائل او الايميلات اللي هي بتجيني من اليوتيوب عشان تعرفني بحاجات معينة. طيب هو هنا بيقولي بيديني اختيارات انت عايز الايميلات اللي تجيلك دي تجيلك امتى او بخصوص ايه. فعندي
الديسكتوب نوتيفيكيشنز جيت نوتيفيكيشن ان ذيس براوزر ريسيف نوتيفيكيشنز اون يور كمبيوتر ايفن يو ار نوت واتشينج يوتيوب. دي بتستهلك ان انت يوصل لك رسائل من اليوتيوب، حتى لو انت ما بتستخدمش اليوتيوب بتقدر تعرف ايه اللي بيجرى عندك. هنا ال preference، ال preferences هنا انا بقدر اختار من كل الاوبشنز اللي قدامي دي، السبعة اختيارات دي، ايه اللي انا عايزه شغال ليا وايه اللي انا مش عايز اشغله. هنا مثلا السبسكريبشنز ده بيبعت لك رسائل عن القنوات اللي انا عاملها سبسكرايب. تاني حاجة الريكومندد فيديوز، بيبعت لي رسائل بالفيديوهات اللي انا ممكن احبها وعايز اشوفها. اي حاجة بتحصل activities on my channel، على القناة بتاعتي ايه اللي بيحصل، activity on my comments، الكومنتس بتاعتي، الريبلايز للكومنتس، المنشن، الشيرد كونتنتس، كل دي حاجات بيبعت لك بيها يوتيوب رسائل، فممكن تكون مزعجة بالنسبة لك او كتيرة. وانا زي ما انتم شايفين انا عندي كل ده شغال، فبيوصل لي نوتيفيكيشنز لكل حاجة. دي انت ممكن تعمل لها دي اكتيفيت للاوبشنز اللي انت عايزها، بتوقفها زي ما انت عايز، ومجرد ما بتوقفها بيحصل لها سيف في نفس اللحظة. طيب نيجي للجزء الثاني اللي هو الايميل نوتيفيكيشنز. Your emails are sent to، الايميل بتاعك بيكون موجود هنا عشان unsubscribe from an email click unsubscribe link at the bottom of it. اوكي، فهنا عندي ال permission send me emails about my YouTube channel activity and update that I requested. هنا بقدر ان انا ألغي الأوبشن ده عشان ما يوصلنيش أي إيميلات، وزي ما احنا شفنا هنا التغيرات اللي أنا عملتها اتسيفت في نفس الوقت، أو السيستم عمل لي تغيير في نفس الوقت. طبعا أنا لما بقفل الرسائل التحذيرية او الرسائل والايميلات اللي بتجيلي من يوتيوب، لازال اليوتيوب بيقدر يبعت لي الرسائل الهامة زي الخاصة بالليجل نوتيفيكيشنز، حاجات القانونية، البرايفسي ماترز، اي حاجة خاصة بالخصوصية بتاعت اليوتيوب، اللي هي الحاجات اللي هي المهمة او الارجنت اللي لازم يكون عندي ابديت بيها. طبعا الموضوع ده مريح جدا للناس اللي بتشتكي ان بيجيلها ايميلات ورسائل كتير من اليوتيوب، فبتقدر ان هي تتحكم في انواع الرسائل اللي عايزه او الايميلات اللي عايزه توصلها، او ان هي توقفها خالص زي ما انا عملت دلوقتي، ومش محتاج ان انت تضغط سيف او حاجه، مجرد ان انت بتضغط على ايكون وبتوقفها السيستم بتاع اليوتيوب بيوقفها لك مباشرة. ده كان كل الموضوع اللي عايز اتكلم عليه في الفيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبة لكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو قادم ومعلومات مفيدة اكتر عن اليوتيوب والقناة بتاعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.